بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري. طبعا هذه أحد العينات التي درستها في السابق، أحد العينات المتحجرة القديمة. طبعا هذه قد تصل عمرها إلى أكثر من 400 مليون سنة من العصر الديفوني تقريبا. هذا أحد المخلوقات البحرية التي كانت متواجدة في السابق، وتشبه الحلزونات في الشكل، وكانت يعني تعيش في البحار والمناطق البحرية أو المناطق يعني الساحلية التي يعني بجانب البحار في الزمن الغابر. طبعا هذه العينة من أحد أندر العينات المتواجدة تقريبا. قد تجدها في البيئة بنسبة يعني 2.10%. طبعا تم استبدال الخلايا الأساسية في جسم هذا الحيوان بخلايا بذرات المعادن الجارية أو المعادن المتواجدة في البحار، وتم حفظ الشكل مثل ما تلاحظون. طبعا هو الحين متحجر، وأنا أنصحكم بدراسة أنواع الفصائل المتواجدة أو المخلوقات البحرية المتحجرة، لأنها مهم جدا في دراسة يعني في تطوير العلم أو التشكيل العلمي في البحوث في هذا المجال. إن شاء الله راح نعرض لكم عينات جديدة في الفترة القادمة إن شاء الله، عينات متحجرة أندر من هذه العينة، عبارة عن عظام ديناصورات وعظام مخلوقات منقرضة. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.